يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والواجهة البحرية والسواحل الشمالية، أيضا شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. فيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها بمحافظة القاهرة العظمى فيها 37، صغرى فيها 27، جو حار. الأسكندرية 34، 25 كذلك الجو حار. مطروح 33، 23. بورسعيد 34، 26. الإسماعيلية 38، 25. ومحافظة بورسعيد العظمى فيها محافظة السويس العظمى فيها 37، صغرى فيها 26. العريش 34، 24. طابة 38، 28. شرم الشيخ 40، 29. الغردقة 41، 30. أما محافظة الأقصر العظمى فيها 43، صغرى فيها 28. أسوان 43، 29. الوادي الجديد 44، 24. حلايب 37، 29. أخيرا شلاتين العظمى فيها 42 والصغرى فيها 30. والآن مشاهدينا نستعرض إياكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية، نتابع.